محمد بهجة بنك التنمية قطاع المنوفية. احنا بنطالب الرئيس السيسي اللي هو بيحارب الارهاب والفساد في مصر، الفساد اللي هو تخطى الارهاب في مصر ووصل لمراحل ان هو اقدر مالي عن الدولة كلها، ووصل الدولة الحالة الاقتصادية اللي احنا فيها ان المكان ده كله فساد، والفساد يبدأ كله بتقرار تعيين عطية سالم اللي جه في صفقة فساد في وزارة صلاح هلال الفاسدة اللي اتحبست، والمستشارين اللي هو جابهم محسوبيات بيقبضوا من البنك كلها بمبالغ كبيرة جدا، أساء سياسة البنك كلها، أساء للموظفين، أساء للفلاح. احنا طالبين البنك ينضم للبنك المركزي رقم واحد، علشان البنك المركزي هو اللي هيقيل البنك ده من عصرته. عايزين حد كفاءة يدير البنك دوت، مش عايزين واحد على المعاش يجي في صفقة فاسدة يضيع البنك ووصلنا لمراحل الفساد أعلى قبل ثورة 25 يناير. احنا بنطالب بإقالة عطية سالم رقم واحد، ثاني حاجة انضمام للبنك المركزي، ثالث حاجة مطالب العاملين اللي وصلوا لمرحلة الضياع اللي هم أصلا داخلين في مرحلة اضراب الفتره الجايه، لان احنا خلاص داخلين على الاضراب. احنا مش عايزين نضرب عشان ما نوصلش مصر لحاجه وحشه او نوقف اقتصاد البلد، لكن ما قدامناش حل تاني. اذا المسؤولين ما بصولناش وشافوا طلباتنا وانضم البنك المركزي وحقوقنا رجعت، هنبدا الاضراب من 1/3 اللي جاي. شكرا.